شكرا لي. شنو العمليه تدير اللي ديك هنا في جامعه مجاطيه؟ كما تشوفوا هذه العمليه الان اللي هي قيد دوك الحدوث الان هي عمليه ديال التنقيات ديال الشبكه وديال لي زوفراج ديال لي ريزو داسينيسمو ديال هذه المنطقه. هذه المنطقه هي الدوار ديال الحمادات اللي عنده واحد الريزو اللي كيعرف العديد من دي الشيء اللي كيلوحهم. حنا الان كنجيو كننقيو هذاك الشبكه ديالنا، وهذه التنقيه هذه راه داخله في البرنامج السنوي اللي كيبدا من الاول العام وكيستمر على طول العام. دونك هذه المسائل هذه كلها حنا جاري بها العمل وكنديروها، وكنتموا التعبئه ديال الجميع ديال لي زيكيب وديال الاليات اللي عندنا على سميتو في ليداك. شحال تم تقريبا التنقيه تاع الشباب؟ دونك الا شدينا المديريه ديال بالمسيك سيدي عثمان حتى الان من الديبي داني حتى لدابا 118 كيلومتر ديال الكيراج هيدروليك اللي دارت اللي تم الانجاز ديالها، وعندنا 20 اكثر من 20000 ديال لي زوفراج اللي تم التنقيه ديالهم كوراج مانويال، وعندنا اون اكستراكسيون ديال اكثر من 3050 طن ديال لي ديشي اللي حيدنا في اطار هذا البرنامج هذا.